الرحمن خلاص. ديالا مين هنا وين يطلع ايه احنا من 2014 ليش ما رجع؟ وضع تعبان بيوت اربع بيوت فجروا بس ممتلكاتكم لا 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 هذا ما يلا 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 التردد مع قناة آسيا واحدنا أشرف حي على البلاء حي على البلاء عليكم السلام. مرحبا استاذ. مرحبا زياد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. مخيم يحياوة النازحين هنا من أكثر ومن تلعفر وعياضية موجودين هنا. أول ما وصل العائلة هنا تقريبا 850 عائلة وصل هنا، وهسه باقي 500 عائلة موجودين هنا. عندي 350 عائلة سواء عودة رجع على تلعفر عياضية وموصل منطقة موصل راجعين. احنا هنا معاناتنا، احنا هنا عايشين على المنظمة، خلف الله على منظمة الغذاء العالمية ينطي مواد الغذائية كل شهر، ينطي منظمة مواد الغذاء العالمية، خلف الله على المنظمات وخلف الله على أستاذ علي مهدي يجيب لنا من تركيا مواد الغذائية للمخيم يحياوة الحاضرين هنا. احنا ما عندنا حكومة العراقية، كل شيء ما شفنا ما عدا هجرة، بس جماعة الهجرة خلف الله على أستاذ عمار هجرة جابه وانطى كل عائلة تقريبا أول ما استلم ميلون دينار.
وثاني استلم مليون دينار، وبعدين انطاه 250 250. هذا جماعة الهجرة استاذ عمار هجرة منظمة، هذول غير منظمة ما عنده غير شيء. حكومة لحد الآن ما منطي ولا شيء للمخيم يحياوة، بس منظمات فقط ينطي، منظمات ينطي، منظمة غذاء العالمية ينطي، منظمة يونسيف، منظمة سيف شدم، منظمة المسكوفزي، هذول منظمة بس ينطينا هذول، إلا غير منظمة ما حد ينطي مواد الغذائية، ما حد ينطي، بس منظمة غذاء العالمي بس هذول ينطي. زين سؤال استاذ، والله بالشتاء تعرف شوية هالوقت بالشتاء، وإن شاء الله هالسنة خير بيه مطر هواية، بس عندنا مخيمات، مخيم مالنا لأن قسم مخيم مالنا يخوض بيه مي، ينقد بيه مي، يرادلنا مشمع كل الخيمة. عندي هسا تقريبا 646 خيمة ساكنين هنا، لأن أي خيمة هسا تروح تفوت بيه مشقوق بيه، وإذا دلنا من حكومة المركزية من منظمات بك يجيبوا لنا مشمع ينطي، حتى نخلي احنا فوق الخيمة نخلي بها، لأن تعرف هالسنة شتاء ما شاء الله خير، المطر بركة خير، واحنا نريد من منظمة بك يجيبوا لنا مشمع، كل عائلة ينطي مشمع، لأن مشمع ما عندنا حتى واحد يفرشه يخلي بها فوق. زين سؤال، ليش ما رجعتوا لدياركم لحد هسه؟ سبب عدم عودتكم إلى دياركم؟ سبب العودة قسم انه بيت ماله واقع، وقسم انه بيت ماله مشعول على مود هذا، ما احنا نريد من الحكومة المركزية بركة يعودنا اللي عنده بيت واقع، اللي عنده بيت مشتعل، بس نريد من الحكومة حتى العالم يرجع، لان العالم هسه اذا يرجع العوائل، عندي 500 عائلة كلهم من تلعفة العيادة، وين يرجع؟ يقعد ايجار ما عنده فلوس. احنا نريد من الحكومة المركزية بلكي يعودنا شوي حتى العالم يرجع. والله الاكل شرب احنا ننطي مواد الغذائية كل سنة، كل شهر ينطي مواد الغذائية، منظمات ينطي، يجيب لنا منظمات ينطي، وينطينا جماعة التركية كل 6 شهور 3 شهور هم يدز لنا مواد الغذائية وبطانية ودوشاي. خلف الله على أستاذ علي مهدي يجيب لنا من تركيا، يجيب لنا يوزعونها. كم العدد اللي موجود هنا من هاي العوائل اللي موجودة؟ والله يكفي، إذا يجيب لنا منظمات هنا موجودين هنا بالكركوك بالأربيل يجيبون منظمات، ويجيبون تركيا يكفي العوائل. بالمخيم هنا الحمد لله مرتاح، مرتاحاني هنا، بس قضية أني خارج الخيمة خيام مظلوم، ما أقدر أصل على حقوقي، على حقوق تعويضات بيتي وشهادة بنتي أطلع من تل عفر. أنا رجال مرضان ما أقدر أصل، ما أقدر حتى مصاريف، أنا متقاعد لازم أستلم التقاعد أروح أدبر حالي. نعم. إيه هذا يا أبويا، هسع بالخيمة مرتاحين هلي، وأنا مرتاحين هنا زينين ويانا، بس قضية مشاكلي لازم أقدم طلبات تعويضات بيتي، أقدم حقوق بنتي، شهادة وفاتي يطلعوا من مستشفى، من هذا تقريبا كم سنة صار أو قبل التحرير. نعم. وما عندي مصاريف حتى أروح على تل عفر، من هين ليه ما أصل تل عفر؟ غالية أجرة النفر غالية. نعم. غالية أبويا. من إذا أقدم خصوصي 150 160 ألف دينار، أنا غير تقاعد ما عندي.
علاجة؟ نعم. قبل 2014 سويت دفتر مال أدوية. نعم. ومن صار هجرة وضيعت الدفتر. نعم. من هذاك اليوم ما والله ألقى من صيدليات وآخذ حبوب بفلوس، بس قضية ما رجعت كل مكان، ما رجعت حتى أسوي دفتر. والله أبويا ما رجعت كل مكان لسه، لازم هالشهر هذا أنا متقاعد مدني، لازم أستلم الراتب وأروح على عيادية. نعم. على عيادية، من عيادية أروح على تل عفر أطالب حقوقي. خمس نفرات وعائلتي ولدي أربعة تقريبا تسع نفرات تقريبا ويا ابني تسع نفرات. زين شلون تحصلوا على الاكل والشرب؟ الاكل والشرب شلون تحصلون عليه؟ الاكل والشرب شلون تحصلون عليه حجي؟ اكل والشرب. عمري تقريبا 80 سنة يا أحد. والله إذا يصير مرق ما مرق ويا مرق. والله احنا كنا نازحين كوبري اطول كوبري ثلاث سنوات ونص، بعدين تحولنا لليلان بقينا في شهرين ثلاثه، بعدين جينا المخيم. بطاقه التومنيه تاخر يجي هاي من صارنا من يوم النزوح الى هسه ما استلمنا بطاقه التومنيه طحين نظيف ماكو ابد. الحكومي وضعنا والله تدري المخيم المطر دق ما شاء الله، برد ونفط ابيض ماكو، والله كل شربنا على حسابنا. على حسابكم شربنا. النوبات يجيبون منظمات انسانيه ومواد ويصرفوننا. من السبب؟ محجون بيوتنا، وين نرجع؟ من الهدم؟ داعش وربع. بلش اسمه فتره ماكو تحرير؟ فتره التحرير قصفوه. هذولاك كانوا يخلون علامه للبيوت. هذا بيت مثلا هذول الطيارات تجي تقصف، من يخلي داعش يخلون اللي يكرهون او اللي ما يحبوا يخلي في بيته في الاشاره يهدمون. والله نريد تعويض، نريد تعويض، تعويضنا مال دور مهدم، وهاي صار لنا اربع خمس سنوات احنا مهجرين. نعم. كل قلت له 500 650 دار بلش بيها متجاوز، يعني حتى ما نقدر نطالب حقنا. ايش نسوي؟ وين نروح؟ سنتين ثلاثه النوم اربعه ايش نسوي يا اخوي؟ ما عندنا مصدر معيشه غير هذا. كان يروح يا ريت يسوون كرفانات بمنطقتنا نروح لمنطقتنا. شلون كرفانات يعني مثلا؟ يعني بيت عادي هذا اللي مثل من هذول الكرفانات ماكو؟ ايه مثل هذول، خلي ينطونا كرفانات نروح لمنطقتنا. المسافه بين مقر مسقط راسنا ومقر هنا اقل شيء فد 1000 كيلومتر. ايه طالبين تعويض بس. قدمتوا يعني؟ ابني مقدم هناك بالعياضية. ايه شو قالت الحكومة؟ ايش قالت؟ يقولون بسرعة. هاي نينوى صار له سنتين من تحرر شو ماكو نتيجة. يعني السرعة دا يمشي دا يستلمون؟ والله ما نعرف. ما بسلم عائلتي. انا عائلتي تقريبا 18 واحد. 18 واحد؟ ايه. شلون عايشين انتم 18؟ والله عايشين على رحمة الله ان شاء الله. اكو عندكم ناس تشتغل؟ اي كفيني الحمد لله، القناعة القناعة كنز لا يفنى. زين صحتك شلون انت حجي؟ والله عندي ضغط وقلب. والله علاج على حسابي. ماكو حد يقدم لكم علاج؟ ابد ماكو. ما حد راجع هاي المنظمات الدولية؟ والله اقدر اقول لك احلف لك يمين شهريا اقل شيء فد 250 الف دينار للعلاج. بس مال زوجتي سكر وضغط وقلب. انا عندي معامله مال فصل مفصول عسكري من 2011 الى هسه ما مشوا تل عفر. رحت لبغداد
جماعك ما قصروا، قال يا كتابك ما واصل. احنا طلع من موسم من 2005 15 12. كم احنا طلعت من جبان جزيرة من الحسيبة اللي جاي على بغداد كربلاء نجف جاي هنا. زين شلون وضعكم انتم بالمخيم؟ والله بالمخيم خيمات واقع، ماكو لا من يجي مطر اطب على بيوتنا بالخيمات، خيمات ما يقف على المي. احنا يريد من الحكومة العراقية يريد ارجع على بيوتنا، انت تعويض هذولا ناسك واقع بيوتنا، ماك بيوتنا واقعين. احنا يريد من الحكومة المركزية يريد تعويض، يرجعون ناس اكو فقراء، ناس مظلومين، ناس ماكو كل شيء، ناس عنده ناس، عنده ناس ما عنده. احنا الاكل والشرب انت شلون تحصل عليه يعني؟ والله الاكل والشرب على المنظمات، يعني الدولة ما يجي، كل شيء ما يجي، كله على المنظمات الدولية والشسموت يضل على الحكومة العراقية المحلية ما يجيبون، كل شيء ما يجيبون، مساعدات كلها على المنظمات. زين انتم شنو اللي يخليكم صابرين لحد هسه بالمخيم؟ يعني سبب ما رجعتوا لدياركم يعني لبيوتكم؟ يعني واحد ما عنده شارة وين يروح؟ ما يعني بيوت واقعة، الناس ما عندها فلوس، ما عندها مال، وين تروح؟ إذا هسه الدولة يعطينا مثل ما قال الحجي يعطينا كرفانات، يعطينا فشي منطقتنا نروح على المنطقة على الكرفانات نروح، ليش كان غالي؟ بس ماكو واحد ما عنده إمكانية وين يروح؟ زين بهذا الشتاء شلون جاي تحصنون نفسكم؟ الوضع شلون؟ الخيمة تتحمل هذا المطر؟ لا والله ما تتحمل، أنت تشوف هذول الخيام هسه تروح عليك أكثرية مزروفة أو طب من جوا، يعني من جوا القاعد طب المي، يعني المي تصير تيجي للغرفة، أنت نايم تيجي على فراشك، الفراش كله يصير مي، هيك حالة. معاناتكم اليوم توقفت بس على الأكل والشرب لو العودة لو الحالة النفسية الوضع؟ والله تتعب يعني مختلف. والله أكو مريض، أكو ناس شلال، أكو ناس ما يطلعون، وين راح؟ ما أعرف هذولا. أروح على الكركوك طلع شبابنا طلع خلق شيء ماكو يعني أطفالنا. أروح هناك طورة روضة، هنا روضة طفل إيه مال هذا منظمة يونيسيف هناك، أكو مدارسنا الحمد لله أكو، بس ماكو لا حكومة تعويض انتاك، لا تجي حكومة قل له شكو إش ما عدكم كل شيء. ما أطفالكم دي يروحون للمدرسة؟ لا يروحون يداومون، إيه داومون يعني مدرسة مو يعني زين، إحنا أحسن محاضرين مجانين يروحون يداومون، يعني مدرسة أحسن من غير مكان، أحسن من المخيمات الأخرى. والله بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مخيم يحياوة كله من محافظة نينوى قضاة اللافة ناحية العياضية. معاناتنا بس بالشتاء وامراض مال الاطفال عندنا هواية، صحيح عندنا مستوصف معاناتنا. بالنسبة للمواد الغذائية خلف الله على التغذية العالمية ما يقصر، كل شهر عايجيبونا هجرة مهجرين ما يقصر ويانا، والجبهة التركمانية والتركيا ميدزنا معونات يعني مواد غذائية، سلة غذائية، ملابس الأطفال. بس معاناة المواطنين اللي يريدون يرجعون بيوتهم مهدمة مثل بالقصف أو أثناء الأحداث يريدون من الحكومة المركزية تعويضات حتى يرجعون. هسه هاي السنة مدرستنا هنا مدارسنا صفر، ليش؟ الأعدادية مثل السادس والخامس حولون وين؟ ناحية الليلان، فوين يدرسون هنا؟ وين يتحول تدري كراوي ما كراوي؟ بالنسبه للنفط هالسنه ماكو، صحيح على البطاقه التموينيه بس تعال تروح على كركوك وترجع
نفس اسمه يطلع بالكروه وهاي يطلع لك اغلى من اسمه. والله اطفالنا ما برا يفترون، بس عندنا روضه فاتحين يعني يداومون يومي وجبتين مسائي لي حد ساعه 3 يعني العاب ودراسه يعني يلهونهم يعني. زين بهذا الشتاء يعني يوم بارده طفل نعم. نشوفه بالاطفال شفت يعني حفايق والله تعبانه ما السنه ما قاعد يجينا كل شيء ما جانا بالنسبه للتجهيزات شغلات ملابس ما جانا كل شيء يعني اطفالنا انتم تشوفون انتم صورتوهم شوفوهم يعني حفيان قسم منهم قسم منه حتى قماصل ما عندهم هاي ابسط شيء جواريب ما عندهم حفيان تدري القاع تدري الحصو هاي والله استاذ عندهم امراض مزمنه يحاولون يروحون الكركو يعني هاي علاجه بالشهر مره عندنا مستوصف مستوصف مال الشرابات حبوب براسيتول كبسولات وهاي ابره هيك شغلات بسيطه بس معانات مع الامراض المزمنه صعبه والله هاي يروحون مرات عندنا مستوصف مال لا لا عندنا بكركوك مستشفى الشفاء جاب تابع للجبهه التركمانيه هذول هم يقصرون اللي عندهم يعني يوفرون بس امراض مزمنه تدري علاجه غالي وقليل يعني تروح صيدليات حيل غالي يعني ما كان 5000 يحسب لك يا 15000 يعني ابره بسيطه ب 500 يحسبوا لك يا ب 2000 دينار والزرق 1000 دينار ياخذون يعني تدري نازحين اللي عنده اللي ما عنده يبقى الله يكون بعونه.